في ما هو مرتبط بالحدث الآن، الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت عن دوي صفارات إنذار في مناطق متفرقة، هل رصدت شيئا من هذا أحمد؟ بالفعل دوت صافرات الإنذار في أكثر من موقع اليوم في مواقع قريبة من غلاف غزة، أبرزها في منطقة عسقلان وهي الأبعد اليوم ضمن نطاق الصواريخ. لكن من الواضح أن تركيز المقاومة الفلسطينية خلال هذه الفترة هو على إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وعلى قذائف الهاون، رغم أن إطلاقها أصعب من إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، لكن عادة تكون إصابتها مؤكدة ومحققة، وهي أولا توقف تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا توقع أعداد مصابين وقتلى أكثر في صفوف الإسرائيليين. معظم الجنود الإسرائيليين الذين أعلن عن مقتلهم في قطاع غزة قتلوا بالصواريخ المضادة للدروع بحسب البيانات القليلة جدا التي ينشرها الجيش الإسرائيلي. بين السبعة الذين أعلن عن مقتلهم خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة، المعظم قتل بصواريخ مضادة للدروع بقطاع غزة. هذا يبرز سبب تركيز المقاومة الفلسطينية على استخدام الصواريخ المضادة للدروع.